السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده إن شاء الله الفيديو الثالث والأخير من فيديوهات اللي هي مراجعة الأناتومي للأورال بيولوجي. طيب، هنشرح فيها إن شاء الله المانديبولر نيرف، وهنحاول نبص سريعا كده على البين باثوي فين. طيب، المانديبولر نيرف الأول محتاجين نعرف عنه إن هو ميكسد نيرف، يعني في جزء سنسوري وجزء موتور. تمام. الأول والاول برضو قبل ما نعرف الجزء الموتور منه بيغذيه مينلي العضلات او المسلف ماستيكيشن، عضلات المضغ اللي هم الاربعه اللي عند الماسيتر اللي هي بتورجينيت من الزيجماتيك ارش لحد المندبل هنا، وبعدين عندي اللاترال والميديال تيرويد ماسلز، وبعدين عندي الكبيره اللي هنا الايه التمبرالز. فور ماسلز اوف ماستيكيشن بياخدوا الموتور انرفيشن بتاعهم منين؟ من المانديبولار نيرف. طيب، تعال بقى نشوف الكورس بتاع المانديبولا او بيمشي ازاي. احنا اتفقنا ان انا عندي التراجمال جانجليون هنا، التراجمال كيف او التراجمال ميكلز جوه البرين، واتفقنا ان الماكسيلاري بيطلع من الفورام الروتاندم، والثالمك بيطلع من السوبرا اوربيتال فيشر. باقي لي بقى المانديبولا يطلع لي منين؟ من الفورامين اوفال، اللي هي الفورامين اوفال دي. تمام، هنا اهو هفترض ان هو طلع لي من الفورامين اوفال. طيب، اول ما بيطلع في نيرف بيروح لافف على طول مباشره ويرجع لي يدخل تاني من الفورامين سباينوزا. هو دلوقتي طالع المين ترانك بتاع المندورة، طالع زي ما هو، هيطلع من الفورامين اوفال هيروح في السباينوزا من هنا، جزء بسيط من الترانك بتاعه يروح لافف وداخل السباينوزا بتاعي، ملناش دعوه. انا بس عايزين نعرف انه اول ما بيطلع من ال الفورامين اوفال بيروح في جزء لف وطلع على الفورامين سباينوزا، مالناش دعوه. تمام، طيب احنا اتفقنا ان هو الموتور بتاع العضلات بتاع المضغ او المصل في ماستيكيشن. طيب، اول حاجه بيغذيهم ازاي؟ طبعا انا عندي هو ايه، احنا لسه دلوقتي ما حصلش اي انقسامات ولا اي حاجه في المندولا، ان احنا لسه في الترانك، يا دوبك في فرع راح رجع من السباينوزم فرم الفرم سباينوزم. طيب، في فرع تاني بقى من المين ترانك بيروح يغذي لي عضله واحده من المصل ماستيكيشن، وهي الميديال تيروجويد. الميديال تيروجويد، تمام. ايه دي كده من الترانك لسه قبل ما نبدا اي حاجه، دي العضله هذا الميديال تيروجويد مصر، وبيكون جنبيها عضلتين تنسر بلاتي تنسر تمبراي. العضلتين دول بياخدوا معاها انرفيشن مع ايه؟ تابعين للميديال تريكويد. تمام؟ يبقى انا كده اهو، انا لسه زي ما انا نزلت في الاور انفرا اوربيتال الفصه. طبعا احنا عارفين الفورم نوفال بيطلع لي على الانفرا اوربيتال الفصه. تمام؟ يبقى انا اهو انا جيت، انا هفترض انا دلوقتي اهو المانديبولر نيرف لسه المين ترانك اهو. تمام؟ نزل في الانفرا اوربيتال الفصل، في جزء صغير لف ورجع للسباينوزا ملناش دعوه بيه، وبعدين بقى هيجي لي من المين ترانك، او احنا لسه في المين ترانك ما حصلش اي انقسامات، هيروح رايح لي للميديال تراجويد والتنسر بلاتي والتنسر تمبراي. تمام؟ تمام جدا. بعدين بقى الاقي المانديبولر بدا يقسم لي لقسمين رئيسيين، قسم انتيريور وقسم بوستيريور. تمام؟ تمام. هنمسك الانتيريور. الانتيريور هو عباره عن ثلاثه نيرفز سنسوري ونيرف موتور، عفوا ثلاثه موتور ونيرف واحد سنسوري. تمام تمام بقى تاني عشان ما نتوهش من بعض، ادي المانديبولار نيرف جاي لي اهو من ورا من الفورامين اوفال، نزل على الانفرا اوربيتال فصه، في جزء رجع للفورامين سباينوزم ودخل تاني ملناش دعوه بيه، وبعدين في واحد رئيسي هيروح للميديال تيرجويد ومعاه التنسر بلاتي والتنسر تمبناي. طيب، بعدين قلنا هيتقسم لجزء بوستيريور وجزء ايه انتيريور. تمام، اهو دي اللي هنكبرهم لان دول ايه فرعين رئيسيين. تمام جدا كده. طيب، ده البوستيريور والانتيريور. نمسك الانتيريور. الانتيريور قلنا هيبقى فيه منه ثلاثة موتور نيرفز وواحد بس سنسوري. طيب، الثلاثة الموتور هيروحوا يغذوا لي باقي المصرف مستكشن بكل بساطة، واحد يروح للتمبرالز، واحد يروح لللاترال تيرجويد اللي تحت، وواحد يروح للماسيتر.
تمام كده. طب الواحد النيرف الاخير الفاضل بقى اللي هو السنسوري ده بسميه اللونج باكر نيرف، بيجي هنا يمشي لي كده يغذي لي البكر ميوكوزا بتاعت اللور مولرز، البكر ميوكوزا بتاع اللور مولرز. تمام كده، كده خلصنا الانتيريور ديفيجن او الجزء الانتيريور بتاعه. نجيبه تاني من اول على الصوره اهو. انا ايه طلع لي في الانفراتومر، واحد رجع للسباينوزا ملناش دعوه بيه، بعدين واحد راح للميديال ترجويد ومعاها التنسر بلاتي والتنسر تمبناي. تمام. طيب ودلوقتي بعدين قلنا بقى اتقسم لي، ادي عندي البوستيريور ديفيجن والانتيريور ايه ديفيجن. احنا قلنا الانتيريور فيه اربعة برانشز، ثلاثة موتور وواحد سنسور. الاربعة الثلاثة الموتور اهو، واحد راح للتمبرالس، واحد راح لللاترال ترجويد، وراح راح للايه للمسيتر. وبعدين بينزل لي مين الوحيد السنسور اللي هو مين، اللي هو اللونج باكل نيرف. بنقول عليه لونج باكل عشان نفرقه عن الباكل ديفيجن بتاع الفيشل نيرف. طيب يبقى ده اهو اللونج باكل نيرف، قلنا بيغذي لي الباكل ميوكوزا بتاعت اللور مولرز. اللور مولرز البرمولر لا. تمام. طيب عظيم كده، كده احنا خلصنا الانتيريور ديفيجن. طيب نيجي بقى على البوستيريور. تمام. البوستيريور اهو، البوستيريور بينقسم لقسمين رئيسيين، ولكن قبل ما ينقسم بيطلع منه فرع كده اسمه اوريكو تمبلر تمبرال نيرف، ده بيروح يغذي لي منطقه الاوريكال والتمبرال برضه، ايه ما يشغلناش قوي. تمام. بقى انا عندي دلوقتي البوستيريور ديفيجن قبل ما ينقسم بيطلع منه جزء اسمه الاوريكو تمبرال، بيروح يغذي لي منطقه الاوريكال والايه والتمبرال. تمام جدا. طيب دلوقتي بقى عندي البوستيريور هينقسم لي لتو مين ديفيجن. تمام. جزء بسميه اللينجوال نيرف، وجزء بسميه الانفيريور الفولار نيرف. طيب نمسك اللينجوال الاول، يبقى اللينجوال ده هو واحد برانش من برانشات الانتيريور البوستيريور ديفيجن اوف مانديبولار نيرف. تمام. اللينجوال ده بقى بيروح نازل لي فين؟ في الفلور اوف ذا ماوث. بيغذي لي ايه؟ بيغذي لي مبدئيا كل اللينجوال ميكوزا بتاع اللور تيث. عظيم. التو anterior thirds of the tongue والفلور اوف ذا ماوس، يعني تقريبا بيغطي لي كل اغلب الحاجات اللي ايه في الفلور اوف ذا ماوس، تقريبا ممكن نقول هو الايه اللينجوال نيرف. طبعا بيغذي لي التو ثيردز اوف ذا تانج، بيغذيهم لي ايه جنرال سنسيشن، مش سبيشال، مش التيست لا، هو بيحسس لو انت عضيت لسانك حاسس ان لسانك موجود الكلام ده. السنسيشن بتاعه بياخده من من الكوردا تمبراي اللي جاي من الفيشيال نيرف. تمام. والانتيريور تو ثيرد البوستيريور وان ثيرد بتاع التانج، طبعا عارفين ان هو جاي وبياخد السنسيشن جنرال وسبيشال سنسيشن بتوعه من الايه الكرينال نيرف اللي هو الهايبوجلوسال نيرف. تمام. يبقى تاني انا دلوقتي انا في البوستيريور بارت او ديفيجن اوف انتيريور اوف مانديبولار نيرف. طيب انا عندي اتقسم لاثنين، اللينجوال والانفيريور قلب. انا خدت اللينجوال بيروح على الفلور اوف ذا ماوث بيغذي لي الانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج، واللينجوال ميكوزا والفلور اوف ذا ماوث. طيب عندي الجزء الثاني، الفرع الثاني بقى من البوستيريور ديفيجن اوف مانديبولار نيرف اللي هو الانفيريور البولر نيرف. طيب طبعا الانفيريور البولر نيرف احنا عارفين ان هو بيدخل جوه المندول، بس قبل ما بيدخل جوه المندول هو لسه فوق بيطلع لي نيرف صغير كده بيروح يغذي لي اسمه المايلوهيود نيرف، بيروح يغذي لي عضله المايلوهيود ومعاها الانتيريور بيلي اوف دايجاستريك مسل. يبقى انا بيطلع لي فرع كده بيروح يغذي لي المايل اسمه المايلوهيود نيرف عشان بيغذي لي المايلوهيود مسل ومعاها الانتيريور بيلي اوف دايجاستريك. بيدخل لي منين بقى؟ بيدخل من المانديبولار فورم. حتى هو هنا قطعه، قاطع من هنا على اعتبار ان هنا ده كان في مندبل هنا وشلناه، فهو داخل جوه المندبل. طيب بيدخل من المندبل هنا من المانديبولار فورم، بيطلع لي منين؟ من المنتال فورم، او مش بيطلع بشكل كامل من المنتال فورم. والفكره ازاي؟ هو بيدخل لي من هنا من المانديبولار فورم. تمام. بيمشي بقى بيمشي جوه الايه المندبل. تمام. طيب هو المفروض دلوقتي احنا اتفقنا ان هو ايه دخل من المندبل فورم وماشيلي ماشيلي 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 كده، جزء منه هيطلع لي من المنتال فورامين، الجزء الثاني هيكمل جوه ايه كده. طبعا ده اسمه الانفيرور الفرنر، ده اللي بيغذي لي
الاسنان كلها طول ما انا ماشي كده، سواء بوستيريور او انتيريور، ده اللي بيغذي لي الاسنان. طيب يبقى في جزء مشي، في جزء طلع لي من المنتل فورامين، بسميه المنتل نيرف. تمام. يبقى انا كده عندي الانفيرو الفر نيرف، دخل لي من المندبلر فورامين وطلع لي جزء منه، طلع كمل في المندبل لحد الاخر، وجزء طلع لي من المنتل فورامين سميته المنتل نيرف. طيب نجيب بقى تاني المندبلر من اول تاني عشان يثبت معايا. يبقى انا يطلع لي من الفورامين طلع لي من الفورامين اوفال، دخل لي على الانفرا. هنفترض جاي لي منين؟ من الفورامين اوفال، نزل لي على الانفرا تمبرال فوس. طيب قلنا في جزء بسيط هيرجع تاني من السبينوزا فورامين ويرجع ايه تاني، ملناش دعوة بيه، وجزء هيطلع للعضلة الوحيدة اللي بتاخد من المين ترانك مش من الانتيريور ديفيجن، اسمها الميديال تريجويد مصل، وقلنا معاها عضلتين التنسر بلاتين والتنسر تمبرال. تمام كده، كده احنا لسه في المين ترانك. المين ترانك بيطلع منه فرعين، فرع اللي بيرجع للسبينوزا، وفرع بيروح للميديال تريجويد ومعاها التو تنسرز. تمام. بعدين بقى هو بيجي يتقسم لي انتيريور ديفيجن وبوستيريور ايه ديفيجن. الانتيريور قلنا فيه ثلاثة موتور برانشز وان سنسوري برانشز، قلنا الثلاثة بيروحوا يغذوا لي ايه باقي المسل في مصر كده. واحد يروح التمبرالس، واحد يروح المسلز، واحد يروح الميدي اللاترال تريجويد مسل. تمام. يبقى كده اهو الانتيريور طلع منه ثلاثة موتور للمسيتر مصر ميدال ترجويد، والواحد اللي هو اللي قلنا عليه السنسور الوحيد اللي هو اللونج باكال نيرف بيروح يغذي لي الباكا الميكوزا بتاعت الايه اللور مولر. تمام، باقي لي البوستيريور ديفيجن، بس عشان يبقى اوضح تاني كده احنا اهو البوستيريور ديفيجن بقى قلنا اهو، عشان دي المنديبولار نيرف طلع لي الفرعين اللي هو بتاع الميديال تيروجويد فرع اسمه سباينوزم نيرف، بعدين قلنا زي ما بقول الانتيريور ديفيجن طلع منه الثلاثة الموتور الواحد السنسوري، بعدين بقى هنيجي للبوستيريور. البوستيريور هيتقسم لي لاتنين، بس قلنا قبل ما يتقسم اتنين او ادي الاتنين اللي اتقسمهم، في واحد بيطلع كده اسمه الاوريكو تمبلر بيروح يغذي لي منطقة الايه التمبرال والاوريكال، مالناش دعوه بيه احنا دلوقتي. ايه معانا الايه التو ديفيجن بتاع البوستيريور بارت، اول واحد اللي هو اللينجوال نيرف ده بيروح يغذي لي ايه، بيغذي لي اللينجوال نيرف، اتفقنا ان هو بيغذي لي الميكوزا بتاع اللور تيث كلها والانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج والايه والفلور اوف ذا ماوث. طب عظيم، باقي لي ايه تاني بقى؟ احنا كده احنا كنا متفقين هنا ان احنا فين في البوستيريور بارت، وقلنا ده اللي اتقسم لاثنين اللينجوال نيرف وراح وعرفناه. باقي لي بقى الايه الانفرا تيربرال نيرف، قبل ما بيدخل المندبل من المندبلر فورم قلنا بيطلع فرع صغير كده اسمه مايلو هايويد نيرف، بيروح يغذي لي المايلو هايويد والمسل والانتيريور بيل اوف ذا جاستريك مسل. طيب وبعدين بيدخل لي فين المندبل، بيطلع لي جزء منه من المنتل بسميه المنتل نيرف، وبعدين بيكمل لي جوه ايه طبعا، وطول ما هو جوه بيغذي الاسنان اللي هو البوستيريور انفيريور البر نيرف والميدل بوستيريور الميدل انفيريور البر نيرف والانتيريور انفيريور البر نيرف. طيب سؤال وجيه، احنا اتفقنا ان الميكوزا بتاع اللينجوال بيغذيها اللينجوال نيرف، واللونج باكال نيرف بيغذي لي الميكوزا بتاعت اللور مولرز. طيب بالنسبه بقى اللور بريمورال بريمولرز والانسايزور، مين اللي بيغذيهم؟ احنا فاكرين المنتال نيرف اللي هو كان طالع من الانفيريور البر نيرف هو ده اللي بيغذي لي الباكال ميكوزا بتاعت الانسايزورز والبريمولر. تمام كده، يبقى تمام كده. نراجع بقى مراجعه اخيره معلش المندبولار نيرف عشان نثبته تماما، ونروح نتكلم عن الالفيشن. احنا كده قلنا اهو هيطلع لي من الفورامين اوفال على الانفراتمبرال بصة، هيطلع لي الاول فرعين من المين ترانك اللي هو قلنا بيرجع للسبينوزم، سبينوزم نيرف مالناش دعوه بيه، في الثاني اللي هو بيروح على الميديال تريجويد ماسل ومعاها تو تنسر، تنسر بلاداي وتنسر تمبناي. تمام، ده لوحدهم الاول قبل ما يحصل اي تقسيم. بعدين بقى بيتقسم لي انتيريور بارت وبوستيريور بارت. طيب الانتيريور بارت بقى
قلنا في ثلاثة موتور وان سنسوري، الثلاثة موتور بيغذي لي بقى المصرف ماستيكيشن، اللي هو بيروح بقى لل اللي هم المسيتر والتمبرولز وال واللاترال تريجويد. تمام. باقي لي بقى الواحد السنسور اللي هو اللونج باكال نيرف، قلنا بيغذي لي الباكال ميكوزا اوف لور مولر. تمام كده خلصنا من الانتيريور ديفيجن. نمسك البوستيريور، البوستيريور بقى قلنا بينقسم لاثنين، بس قبل ما بينقسم بيطلع لي فرع منه كده بيبقى اسمه اوريكو تمبرال تمبرال نيرف، بيروح يغذي منطقه الاوريكال والتمبرال. عظيم. بعدين بيتقسم لي بقى الاثنين، اللينجوال نيرف قلنا نزلنا بيغذي لي اللينجوال ميكوزا كلها مع الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تيث فلور اوف ذا ماوث. بعدين اخر حاجه اللي هو الفرع الثاني بوستيريور ديفيجن اوف مانديبولار نيرف، بيخش لي جوه المندبل من المندبل الفورمن، بس قبل ما بيدخل ولا بيطلع نرف صغير كده بيروح يغذي لي المايلوهيويد ماسل معاها الانتيريور بيلي اوف ذا جاستريك ماسل، وبعدين بقى بيدخل لي في المندبل المندبل الفورمن بيغذي لي بقى الاسنان كلها وهو ماشي. طول ما هو ماشي عمال يغذي لي اللي هو البوستيريور انفيرور الفولار نيرف والميدل والانتيريور. بعدين بيجي عند المنتال فورمن بيكمل عادي جوه المندبل، وجزء بيطلع لي فين من المنتال فورمن بسميه المنتال نيرف، بيغذي لي الباكال ميكوزا بتاع الانفيريور اللور انسايزور والبريمور. كده خلصنا الحمد لله المندبل. نقول الانرفيشن بسرعه بتاع التيث، كل تيث فيها ايه وانرفيشن ايه. تمام. احنا اتفقنا الماكسيلاري، قلنا بالنسبه احنا الاول قبل ما نقول حاجه الانرفيشن هيتقسم معانا لثلاث حاجات، اول حاجه البكال ميكوزا واللينجوال ميكوزا، وبعدين بقى التوث اللي هي البالب والبون والانفستنج ستراكشرز بتاعتها. تمام. عندي الماكسيلاري سهله، التيث والبون والانفستنج ستراكشر بتاع اللي هي البون والسمنتر والبكال ميكوزا كلها بتتغذى بالسوبيريور الفولار نيرف اللي هو البوستيريور والميدل والانتيريور. تمام زي ما قلنا في الفيديو التاني. طيب اللينجوال بقى قلنا اتفقنا ان احنا بيجي الجريتر بلاتاين اللي بيدخل من الجريتر بلاتاين فورامن بيغذي لي المولر والبريمولر. تمام البلاتال ميكوزا بتاع المولر والبريمولر. الاما بقى البلاتال ميكوزا بتاعت الانتيريور بيغذيها لي اللي هو النازو بلاتاين نيرف اللي بيطلع لي من انسايز الفورامن اللي هو كان جاي من ورا ودخل لي نزل الكافيتي، وبعدين طلع لي من نزل الانسايز الفورامن وايه وغذى لي الانسايز اللي هو النيزو بلاتاين. كده خلصنا الماكسيلاري تيث. طب اللور تيث بقى اللي احنا لسه قايلينها من شويه. طيب نمسك بقى التيث نفسها بيغذيها مين؟ الانفيريور الفولار نيرف زي ما احنا شفنا. طيب الباكال ميكوزا بقى والانفستنج ستراكشر، يبقى التيث والانفستنج ستراكشر هم زي ما اتفقنا الانفيريور الفولار نيرف. طيب الباكال ميكوزا قلنا بتاعه التيث المولر بيغذيها اللونج باكال نيرف، اما البريمولر والانتيريور بيغذيهم المنتال نيرف. تمام. طيب بالنسبه لللينجوال بقى ميكوزا كلها اللينجوال نيرف، كلها اللينجوال نيرف. كده تقريبا خلصنا برضه الانرفيشن اوف ذا تيث. حاجه سريعه بقى نقف عليها الا وهو البين باثوي، احنا ازاي بنحس بالالم. تمام. دلوقتي انا عندي لما اجي بحس بالم انا مش كل الالم واحد، انا عندي بيكون انواع مختلفه من الاحساس، عندي يا اما بين سنسيشن يا اما تمبريتشر يا اما تاتش، فانا عندي ثلاث حاجات بحس بيهم، بين وتمبريتشر وايه وتاتش. طيب انا هناخد التراجيمال نيرف بما ان احنا درسناه كمثال. عندي بقى اي حاجه هنا مثلا في المجزره تيث ولا اي حاجه وجعاني، فرضا مش هنقول بين هنقول لمس، حد لمس اسنانك. تمام. ايه اللي هيحصل؟ في ستيمولس حصل هنا. طبعا اي حاجه من الاعصاب الطرفيه بترجع للمين ترانك اللي هو التراجيمال نيرف. فانا رجع لي حاجه دلوقتي، رجع لي والله ستيمولس تاتش. تمام. انا عندي خلايا عصبيه في الترانجيوم نيرف هنرمز ليها او نقول عليها نيوكليوس. تمام. نيوكليوس مختلفه بتنقل الاستيمولوس ده او الاشارات دي، عايز نوديها لفين؟ للبرين، لان انا مش بحس بالترانجيومال او الوعي بتاعي مش في الترانجيومال نيرف، انا الوعي بتاعي في البرين، فانا محتاج اي حاجه تحصل في جسمي بوصلها للبرين عشان اشعر بيها واحسها. تمام. طيب انا عندي تو بقى تايبس اوف نيوكليوس او الخلايا اللي بتنقل الاستيمولوس او الحاجه دي. عندي في نيوكليوس اسمها برنسبل
برنسبل سنسوري نيوكليوس، والتانية اسمها اكسسوري سنسوري نيوكليوس. طيب تمام، البرنسبل سنسوري نيوكليوس دي بتنقل التاتش بس، اما الاكسسوري سنسوري نيوكليوس بتنقل البين والتمبريتشر، فعلى حسب اللي جاي لي. والله واحد لمس سناني يبقى اللي هياخد البلس الامبلس دي بتاع التاتش البرنسبل، لا انا اسناني وجعاني وفيها الم يبقى اللي هياخدها الايه الاكسسوري. طيب تمام، انا عندي بيوصل لي زي ما بنقول ايه بثلاث طرق او ثلاث مراحل عشان يوصل لي البلس بتاعي للمخ، فبسميهم اوردرز، بعبر عنهم باوردر. فانا مترايجمينال في جذع الدماغ ادي اوردر، من جذع الدماغ للثلمس ادي اوردر، من الثلمس للسيريبرال كورتكس ادي الاوردر الثاني، يبقى عندي ثلاثه اوردر. طيب بتمشي ازاي بقى؟ زي ما اتفقنا بقى، لو هي تاتش او بين، اي لو التاتش البرنسبل اللي هينقلها، لو بين او تمبريتشر الاكسسوار اللي هينقلها. بينقلها منين بقى؟ لو تاتش البرنسبل بينقلها للبونز، اللي هو احنا اتفقنا ان البونز ده في الفيديو الثاني اللي هو الجزء من البرين ستيم اللي بينت وتطلع منه اصلا الترانجمينال نيرف. فلو هو فين، نرجع للصوره، لو هو تاتش يبقى البرنسبل سنسوري نيوكليس هو توديه للبونز، لو بين او تمبريتشر الاكسسوري نيرف هتنقله فين؟ للمدله البلنجاتا، تحتيها على طول في البرين ستيم او جزء الدماغ عامه. طيب يبقى انا كده ده الفيرست اوردر نيورون، انا كده نقلت المرحله الاولى خلصتها من الترايجمينال للبرين ستيم. طيب هل البرين ستيم اللي بيحصل فيه الاحساس والوعي بتاعي؟ برضه لا، لسه شويه. انا اللي عايز اوصل المين تارجت بتاعي اللي هي السيريبرال كورتكس، اللي هي فيها الوعي بتاعي اللي تخليني احس بالالم واحس بكل حاجه، تمام؟ يبقى انا لسه ما وصلتش، فده الفيرست اوردر. طيب البونز والمظله بقى فيهم نيوكليوس اسمها بوست بوستيريو فنترال نيوكليوس، بوستيريو فنترال نيوكليوس بتاخد سواء بقى تاتش او ايا كان او بين، بتاخده من البونز والمظله بتطلعه فين؟ للثالاموس. الثالاموس ده جزء من البرين، بس برضه مش هو المين تارجت بتاعي، انا عايز اوديه للسيريبرال كورتكس. يبقى ده كده السكند اوردر نيورون. طيب الثيرد بقى باخده بقى من الثالاموس بوديه فين؟ للسيريبرال كورتكس، وهو ده الثيرد اوردر نيورون. يبقى انا كده ادي الفيرست اوردر من الترايجمينال لحد البرين ستيم سواء بونز او مدله، بعدين بقى من البونز او المظله البرين ستيم لحد الثالاموس ده السكند اوردر، وبعدين من الثالاموس للسيريبرال كورتكس ده الثيرد اوردر نيورون، وكده انا ببدا احس بالالم او ايا كان السنسيشن اللي حصل لي. وشكرا كده تقريبا الحمد لله خلصنا كله، شكرا. ولو في اي حد حابب نشرح حاجه معينه او حاجه معناها يا ريت تكتبها في الكومنت، وشكرا جزيلا.